بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الأستاذ الدكتور قادري تقي الدين، مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قصر المباح. أولا نهنئ أبناءنا الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا لهذا الموسم، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في المسار الجامعي بإذن الله إن شاء الله، ونرحب بهم في معهدنا هذا، معهد التربية البدنية والرياضية. معهد التربية البدنية والرياضية بطبيعة الحال أنشئ في سنة 2009، يعني يضمن تكوين للطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا في الأطوار الثلاث اللي هي ليسونس ماستر ودكتوراه. التخصصات الموجودة في المعهد هي عندنا تخصص نشاط البدني الرياضي التربوي، إضافة إلى هذا الموسم إن شاء الله راح يكون عندنا تخصص جديد اللي هو التدريب الرياضي. بالنسبة للمقاييس المدرسة في مرحلة الليسونس فهي متنوعة، فيها يعني مقاييس تطبيقية وأخرى نظرية، وكذلك في المقاييس النظرية فيها مقاييس علمية وكذلك مقاييس أدبية. هذا بالنسبة للليسونس. بالنسبة للماستر اللي هو يعني المدة تاعها هي سنتين، كذلك عندنا تخصص اللي هو تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي، كذلك عندنا دكتوراه، يكون دكتوراه اللي هي إن شاء الله بعد الماستر راح يكون نفسه، يعني في كل موسم حسب احتياجات المعهد واحتياجات الجامعة نفتح يعني مسابقات للتكوين في الدكتوراه. هذا على العموم. بالنسبة للهياكل الموجودة في المعهد، المعهد يتوفر على قاعات للتدريس على مدرجات تابعة للجامعة، كذلك عندنا قاعات للتدريب الرياضي اللي هي زوج قاعات كبيرة، يعني فيها يعني أنشطة تمارس فيها الأنشطة الرياضية مثل ألعاب مثل كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، كذلك رياضة الجمباز ورياضة الجيدو. بالنسبة للمسبح في المعهد يعني يفتقر إلى مسبح، لكن بالتعاقد مع مديرية شباب ورياضة عندنا حصص تطبيقية، يعني الطلبة تاعنا يعني يقوموا الحصص بالحصص تاعهم يعني في المسبح التابع لمديرية الشباب والرياضة. هذا على العموم معهد علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضية يرحب بكم هذا العام إن شاء الله. الطاقم الإداري والطاقم التربوي كلهم يعني راهم مستعدين يعني احتضانكم إن شاء الله. طبيعة الحال المعهد يعني يتكون من أساتذة ذو يعني مستوى عالي، يعني أساتذة دي بروفيسور، كذلك عندنا أساتذة محاضرين ألف، حوالي يعني عندنا 25 أستاذ اللي راح يأطر هذا الطلبة إن شاء الله. بالنسبة للعام هذا إن شاء الله، العام هذا إن شاء الله نتمنى إن شاء الله التحاق الطلبة بما يكفي، يعني الباب المفتوح يعني للطلبة، معدل القبول هو 10، طبعا طالب يتحصل على 10 معدل بكالوريا راه مقبول عندنا في المعهد ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله اقامة طيبة عندنا، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله، وتواصلوا في المسار نتاعكم ماستر دكتوراه، وان شاء الله يكون عندكم يعني حظوظ اوفر في التدريب الرياضي وفي التدريس مادة التربية البدنية. تعرفوا بأن مادة التربية البدنية راهي مدرجة في كل الأطوار التعليمية من ابتدائي إلى متوسط إلى ثانوي، وبالتالي فالحظوظ موجودة إن شاء الله لطلبتنا في أنهم يكونوا موظفين في الأساتذة في التربية البدنية في مرحلة الابتدائي والمرحلة المتوسط وكذا المرحلة التعليم الثانوي، ولما لا مواصلة الدراسة إلى في الدكتوراه حتى يكون الطالب قادر أنه يدرس في الجامعة ومعاهد التربية البدنية. إذا نتمنى لكم إقامة طيبة بيننا إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ومرحبا بكم إن شاء الله.